استاذ حسام، بدايه اليوم نريد نعرف اهم عمل الدفاع المدني اليوم وما لها. شكرا لهذا السؤال. باعتبار انه الدفاع المدني اليوم هو جهد الدولة، باعتبار الدفاع المدني يختلف على مدير الدفاع المدني. الدفاع المدني حسب قانون الدفاع المدني 44/2013 تعريف هذا الكلمتين، هاتان الكلمتين، وهو الدفاع المدني هو جهد الدولة بجميع الوزارات والدوائر الحكومية والدوائر غير مرتبطة بالوزارة واللجان الشعبية، هو تأمين الإجراءات السلامة والدفاع المدني هذه المؤسسات وتقليل نسبة الخسائر إلى أدنى حد ممكن وإدامة العمل والإنتاج في ظروف السلم والحرب والكوارث الطبيعية. ومديرية الدفاع المدني هي جزء من هذا المسمى، تختلف عن هذه التسمية باعتبار الدفاع مديرية الدفاع المدني تقوم بإجراءات توفير إجراءات السلامة والدفاع المدني وتأمين المناطق السكنية والأسواق التجارية والمحال وكل المشاريع، وتقليل كذلك نسبة الخسائر لهذه المؤسسات وهذه المجمعات السكنية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والأرواح البشرية. نعم أستاذ حسام، اليوم أهم المشاكل اللي تعانوها. مشاكل كثيرة صراحة وعديدة جدا لفرق الدفاع المدني. أو أبسط شيء أنه أنا هسه من أتيت إلى البرنامج هنالك ازدحام مروري، يعني قبل ما أتي إلى البرنامج توجد ازدحامات مرورية اللي هي إحدى المعوقات لعجلات الدفاع المدني ولفرق الدفاع المدني. حينما تصل إلى موقع الحادث يكون هنالك تأخير مو من قبل فرق الدفاع وإنما من المعوقات اللي صادف هذه العجلة. اليوم اكو اصابع اتهام لكم كموظفين وايضا عاملين في مديرية الدفاع المدني انه ما توصون بالوقت، يعني المفروض انه توصون به لحل المشكله اليوم الموجوده، اليوم شنو السبب؟ أو احنا بالعكس هنالك يعني توقيتات زمنيه قياسيه عالميه معتمده من قبل مدير الدفاع المدني ومن قبل قسم العمليات في مدير الدفاع المدني وسيطره الدفاع المدني. حينما يكون هناك استلام نداء من قبل المواطن او اثناء الحادث يكون الاتصال هو يكون هو متاخر بالاتصال على رقم الدفاع المدني وهو 115 او يروح يتصل برقم النجده 104، فيكون هنالك تاخير من قبل المواطن نفسه. لو كان المواطن او اي شخص ما يكون الاتصال سريع على ال 115 على جميع الشبكات وتوجد سيطره في مدير الدفاع المدني. هناك 10 خطوط ان يتم استقبال النداءات او الاتصالات ويتم توجيه فرقنا بمنتشره يعني مراكزنا منتشره في بغداد وكذلك في المحافظات واعطاء اقرب نقطه داله والعنوان الصحيح حتى تصل فرق الدفاع المدني بالوقت القياسي. الوقت القياسي هو من ثلاث دقائق الى خمس دقائق، هاي اذا ما كانت هناك معوقات، ولكن اذا توجد هنالك معوقات هناك ازدحامات مروريه وكذلك توجد بعض المعوقات اللي هي من شأنها التوقفات او قطع الشوارع او بعض المناطق تكون حتى توجد معوقات حتى بشبكه العنكبوتيه والاستاك الشائكه وكثير من الامور اللي تواجه فرق الدفاع المدني، هذه كلها معوقات تعرقل وصول عجله الدفاع المدني الى موقع الحادث بالسرعه الممكنه. نعم. لذا احنا من خلال هذا المنبر، من خلال هذه القناه، استجابه المواطن، توعية المواطن على رقم الدفاع المدني وكيفية الاتصال السريع، يعني أبسط حادث أنه يتصل على فرق يعني على سيطرة الدفاع المدني بالسرعة الممكنة على الرقم 115 حتى تصل فرق الدفاع المدني بالسرعة الممكنة. أكو تذمر من قبل بعض المواطنين يقولون يعني ماكو استجابة يعني فورية أو مثلا ما يردون مرات على الرقم. لا لا، هنا أكو مسألة أخرى وهي أنه المواطن من يتصل مرة أو مرتين توجد هنالك ضغط على الخطوط الخاصة بسيطرة الدفاع المدني، شبكة مرات اكو يتوقف رقم ال 115 المجاني. نعم. احدى الشبكات مثلا زين او آسيا او كورك يتوقف، المشكلة مو يم الدفاع المدني وانما المشكلة يم الاتصالات اللي هي شبكة الاتصالات اللي خاصة بالاتصال لرقم سيطرة الدفاع المدني، فالمواطن يقول انه لا يتم رد وانما هو الخطأ، وين الخطأ الفني بالاتصال
الشبكه نفسها يتوقف رقم الدفاع المدني، وحتى اذا توقف رقم الدفاع المدني 115 يكون هنالك ارقام مخصصيها مدير الدفاع المدني الى المواطن، ويتم حتى اعلام الجهات الاعلاميه والقنوات الفضائيه بهذا هذه الارقام الطوارئ اللي خاصه ب اذا كان هناك اي حادث حريق بالامكان الاتصال على هذه الارقام ويتم الاجابه وسرعه الاجابه وتوجه فرق الدفاع المدني الى موقع الحادث. نعم.